بالنسبة للوقفة الوطنية الاحتجاج هي المرفوقة باعتصام جزئي اللي أعلن على أمام وزارة الإدماج الاقتصادي ومقاولة الثروة والشغل والكفاءات، يعني جاءت بعد واحد المسار طويل يعني ديال سنة، وحنا كنحاولوا ما أمكن أننا يعني كنتظروا أن الوزارات يعني تنفذ المضامين ديال الاتفاق اللي كانت بيننا وبينهم، على أساس أنه كان يوم دراسي ومن خلاله كان يعني غادي يكون تنزيل للتوصيات اللي حنا يعني اتفقنا عليهم مناقشة ديالها كذلك. للأسف لقينا أن جميع الوعود اللي قدمت الوزارة ما وفاتش بها، كاين تجاهل تام لهذا يعني لهذا الملف المطلبي ديالنا ولهذا القطاع بصفة عامة. للأسف كنراسلو ما كاينش تجاوب تماما لم طرف الوزارة الوصية، هذا هو اللي دفعنا أننا يعني نفعلوا الوقفة اللي كنسبق وعلقناها، كنا علنا لها 4 مايو وبتسبق وعلقناها يعني بعد ما فتحوا معنا الحوار، لكن للأسف ما كانش حوار جاد وحوار مسؤول، وعليه إن شاء الله غادي تكون وقفة مرفوقة باعتصام جزئي أمام الوزارة. المطلب الأساسي أولا يفتحوا معنا باب الحوار ويعني ويوقفوا هذه السياسه التجاهل اللي كتنهج في هذا الملف هذا. كما كتشوفي حتى الحوار الاجتماعي يعني ما جاش بشي نتائج، خاصه هذا القطاع هذا لانه ما كيستافش نهائيا لا من الزياده لا سابقا ولا قبل، يعني ما كاينش نهائيا لا من ناحيه الاجور ولا يعني الحمايه الاجتماعيه ولا حتى شي حاجه. على اساس ان شاء الله كنتمنوا والمطلب الاساسي هو يعني يكون حوار جدي وحوار مسؤول في هذا القطاع هذا، ويتحرك هذا الملف لسنوات هو مقبور يعني دون اي نتيجه. وكذلك يعني حتى فاتح ماي حنا قررنا اننا نجعلو يعني محطه غضب وسخط على الوضعيه ديالنا وعلى ان التجاهل ديال يعني الحكومي الملفين المطلوبين.